سجالات وخلافات بين القوى والأحزاب العراقية وصلت إلى حد تهديد البعض بمقاطعة جلسات البرلمان. تلك الخلافات جاءت بسبب عدم الاتفاق على تفاصيل بنود الموازنة المالية لهذا العام وعرقلة إقرارها رغم تأخرها عن موعدها المحدد لعدة أشهر. استعراض مبكر لعضلات الأحزاب التقليدية الكلاسيكية الحاكمة والتي أخفقت في أن تحقق للمواطن شيئا يذكر، بصراحة حاولت أن تنفرد في الساحة وأن تجد لها حججا لجمهورها بأنها لا تزال فاعلة وهي الأقوى. الخلافات السياسية تداخلت بشكل واضح مع لغة الأرقام المالية المطروحة من الموازنة، وأبرزها حصة إقليم كردستان التي تترنح بين رؤية بعض الكتل بتخفيضها إلى نسبة 11% وسعي كردي للحفاظ على نسبة أعلى، فضلا عن سجلات كبيرة حول حصة المحافظات الجنوبية وتخصيص المال للمناطق المحررة. قضايا يعني لن تحل حاليا لا في هذا الاتفاق أو هذا اللقاء الأخير، ولا ممكن أنه خلال وقت قريب. الذي سوف يناقش ويوجد له حلول هو المشاكل العالقة الوقتية. وتجري اللجنة المالية النيابية ومنذ أسابيع عدة نقاشات حيال ملف بنود وأبواب موازنة العام الحالي، إلى جانب نقاشات سياسية بين الأحزاب العراقية لغرض التوافق فيما بينها. مؤخرا أعلن البرلمان العراقي أنه سيضطر إلى تمديد عمله في الفصل التشريعي الحالي لحين إكمال ملف الموازنة، والتي قد تشوبها الكثير من الخلافات أثناء مرحلة التصويت إن عرضت للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.